طيب نجي على المجموعه اللي بعدها اللي انهبت ذا دي ان اي جايريز. هسه اذا تشوفون هذا الانزيم، هذا الانزيم اسمه دي ان اي جايريز. هذا الانزيم مسؤول عن اعاده ثني وظفيره الدي ان اي بعد ما تنفك، وبالتالي اذا وقفناه تموت الخليه، يعني الدي ان اي يكون غير فعال. وايضا عندنا مجموعه ثانيه تشتغل على الدي ان اي، او اسف الار ان اي بوليمريز، اللي هو يكون لنا من الدي ان اي يكون لنا ار ان اي، ينسخ لنا من الدي ان اي. هذا ايضا اذا توقف بالتالي راح يتوقف عمل الرايبوسومات وتموت الخليه من خلال توقيف تكوين الار ان اي، لان الانزيم اللي يشتغل عليه راح نوقفه. فعندنا مجموعه انتيبايوتيك ايضا موجوده بضمن هذه المجاميع. اهم مجموعه عندنا في هذه القائمه مجموعه الفلورو كوينالونز. فلوروكوينالونز اللي هي تحتوي على انتيبيوتيكات مهمة مثل السوبروفلاكسيسين و ليفوفلاكسيسين وأيضا انتيبيوتيكات كثيرة من ضمن مجموعة الفلوروكوينالونز. هذه كلها توقف الدي ان اي جايريز، وبالتالي توقف. هذه مجموعة مهمة، وطبعا هذه تستخدم أكثر للريسبيراتوري هذه الأدوية. طيب الاستخدامات لها استخدامات واسعة، نستخدمها في حالة الريسبيراتوري انفكشن، نستخدمها في حالة UTI الأمراض الخاصة المستعصية للجهاز البولي UTI، وأيضا لها أيضا استخدامات في حالة GI infection مثل لاكتوباسيلس وغيرها. ممكن أيضا يستخدم لها الفلوروكوينالون، يكون قوي جدا في حالة الإسهال الشديد تجي بسبب بكتيريات قوية. فهذا بالنسبة لها. وأيضا أيضا تستخدم للسيدوموناس وغيرها، يعني من البكتيريات الجرام نيجاتيف تشتغل عليها هذه المجموعه. السايد افكت لهذه الانتيبايوتيكات تسوي لك مشاكل بالجي اي بالجهاز الهضمي، وايضا ما تعطى للنساء الحوامل ولا المرضعات وللاطفال اقل من 18 سنه، وممكن تؤدي لك الى ايضا استطاله في الكيو تي انترفال اللي هو قلنا مركب موجود في التخطيط القلب في يعني ضربات القلب. لما يصير باستطاله ممكن يؤدي لك الى حدوث عدم نظم او اختلال في نظم القلب ارثميا، وهذا ايضا نعرفها. وهذا مشهور انه ممكن يسبب لك عرض يسالون عليه اللي هو ممكن يؤدي لك الى تدمير او يأثر على التندون اللي هو الروابط ما بين العضلات والعظام، وممكن يدي لك إلى شغلة اسمها تندنايتس، وممكن يدي لك إلى تندون رابتشر تمزق في الأربطة خاصة عند الناس اللي هم أقل من 60 سنة. فهذا أيضا نعرفه بالنسبة لهذا الأنتي بايوتيك. طيب المجموعة اللي بعدها اللي انهبت RNA أو ماسنجر RNA بوليمريز، ما حذكر دواء واحد اللي هو الريفامبين اللي أيضا يستخدم في مرض السل التوبركلوسوس، وأيضا في المنينجيتس كبروفيلاكتيك دواء مضاد لالتهاب السحائل المنينجوكوكال، خاصة ك يعني وقاية يستخدمون الريفامبين ولا استخدامات ثانية. وهذا مشهور بسايد إفكت إنه كل شيء راح يصير باللون الريد أو ريد أورنج color، البادي فلويدز تخرج باللون الاحمر او لون مائل الى الاحمر برتقالي. فهذا سايد افكت مشهور لي، يعني راح الدموع تكون ممكن لونها احمر، اليورين يكون لونه احمر، فممكن يشكون انه هم اكو مثلا نزيف في البول، لكن يكون شخص ماخذ ريفامبين. وايضا الى مشاكل ثانيه ممكن يؤدي لك الى مشاكل بالكبد وغيره، لكن هذا المشهور انه يؤدي لك الى البادي فلويدز او السوائل الجسم تكون باللون الاحمر. فهذا بالنسبه لهذه المجموعه.